كيف دير هذه القضيه وجاب دونك هذيك لابلاس هذيك لافاز دو بلاستيسيتي راه اي مولوع يقدر يصلح الخطا التقني هي اوكي علاش علاش حيت رجعك لا ميموريز حيت شنو هو هادشي غادي يجعل ان شي واحد يقول لك انتم دابا متناقضين مع ريوس زيد تقولوا لنا بانه في مرحله التخزين ولا ميموريزاسيون كتكون شهري وانتم كتجيو كتقول لنا في لافاز ديال لابلاستيسيتي ولا ديال التثبيت ديال هذا كتعطيه شي حاجه وكيجي هنا كاين واحد المساله غادي يقول لك تناقض راه كاين دابا هذا راه ماشي يقولوا لنا راه انا وياك انا وياك كنحسوا انه كاين تناقض راه متناقضين انا وياك ولكن فين لقيت الحل ديالك هو كيقول لك كاينه اون ميموريزاسيون اوفيرت او ميموريزاسيون فيرمي تخزين مفتوح لا ميموار كاينه اوفيرت وفيرم تخزين مفتوح وهذا اسم اخر علمي هو لا ميموريزاسيون دو لونغ تيرم و لا ميموريزاسيون دو كور تيرم هي بمعنى اخر وهذا حتى هو كلمات علميه التخزين المفتوح والتخزين المغلوق ميموريزاسيون كدوم شهري ولكن كاين بعض الطيور اللي كتبقى عندهم ميموريزاسيون مفتوحه وكتبقى مفتوحه الواحد عنده ما سيتان طاش تحس واحد لاش كتوقف ما عليكش دونك هنا ما كاينش تناقض انه يقدر في اي لحظه تزيد لي شي حاجه اخرى ولكن ماشي تزيد لي شهرين لا غير وانت خصك تكون عارف شنو خاصك حيت هو راه هاز عنده الوسائل اللي غيخدم بها ولكن ربما زاد لي انت شي لعيبه خاصك تنبه ليها بحال الا عندك ستوك ديال السلعه راه كتدخل ستوك ديالك كامل تمام ملي كتخرج كتخرج على البيزوان ديالك الله يرحم الوالدين يعني ديك الفكره انه تكون خدام ويجي عندك شي مولوع وتسمع عنده شي اغروده في البورطاب وتعجبك وتقول لها يا خويا هذه وتشد هذيك الاغروده وتزيدها في التركيبه ديك الساعه وتربط باقي كيحفظ ماشي مقياس لا ماشي مقياس انت على حسب التبليغ بزوان التركيبه ديالك وفين فين غالط فين ماشي على اي حاجه عطيني نزيد هادي صداع الراس انت يا خويا قلت واحد القضيه البارح فرشتي الحلقه البارح كلها البارحه كلها شوف الحاجه اللي فيها الطيور غنستافد منها شي شوف راه هادشي كاع هضرنا فيه ولكن انا بدا غنهز منه اصاحبي راه ما يمكنش يا صاحبي غنمنز بحال واحد القضيه قلتيها انت البارح قلتي ان لا بيرود دو ميموريزاسيون اذا كان تحط في هذيك لا بيرود دو ميموريزاسيون خصك تمل من البلاصه ما يتبوجيش ياك ما عليكش كاينه ولكن هنا علاش الطائر كتقول قلتي الطائر هذه اللي قلتي الطائر غادي تول ليه دماغه كيتعاود كيعاود معاك لا ميموريزاسيون من الاول من الاول علاش لان الا هزيتو دابا انا وياك كنسمعو الطير هنا ياك عند واحد كتوصلنا واحد لاكام ديالو بهاد لونغ اللي فيه حنا ولكن الا شديتو مثلا ديتو لهيه كاين لونغ كاين ان اوتر لونغ مازال هذا حي سافا ريستي لا ميم شوز الحي ما غاديش يقطع علينا بزاف اما لي زابيل الكترونيك راه الا سمعتي بابلي طيوس من هنا انت حداها ماشي سمعتيها هو حطيتي حدا الاله ديال التسجيل كيسمع طبلي 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 ديتي الكوزينه ولي يسمع هات 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 مثلا ولا ما عرفتش كيفاش غيسمعها كاع اذا بالنسبه ليه هو راه سي نورمال التركيبه اخرى هذه خدامه هي هذه اللي قلتي انت غادي تونو غادي تونو لان المسافه ما بينه وما بين ما بين المصدر ديال الصوت قلتيها انت سميتيها في القصر في واحد الندوه ديالك لا بوزيسيون لا لا بوزيسيون ديال ماشي لا بوزيسيون سميتها واحد مهم ليميتور المصدر ديال الصوت لو بوست دو شون لو بوست دو شون اكزاكت لو بوست دو شون هذاك البلاصه اللي كيجي منها الصوت المسافه ما بينها وما بينك كتلعب دور كبير اي هذا هو اللي ملي كتقرب ليه الصوت راه كي ويلي راه بحال هكا علي وغنجي وعلي صح وكتقول هذا مالو كيغوت راه نفس الشيء دونك هذه المسافه ما بين مصدر الصوت والمتلقي ديال الصوت هو الطير كتلعب دور كبير كتلعب دور كبير وحتى هو كيفهم المعنى ديال الاغروضه من خلال المسافه كاين اللي يقول لك او الثاني في القضيه ديال اللي كنناقشوا دابا كيقول لك لا وانا مثلا حياتي كامله كنحفر مثلا
ياك وكاين الطائر كان حتى كيعاود بدا له كنعطيه وكيهز لي زابيل حيت قالت لا ميموزا كما قلنا لا ميموزاسيون باقا حيه. واحد القضيه كنا ناقشناها انا وياك وهي المفتاح ديال هاد القضيه. منين كيتميموريزا كيميموريزي بحال دي كود ديكود ونستعمل الكلمه اللي ديالك هي اللي سينا لي جول بي الجول اي جول بي ديال اي هروده كيكون مسجل عندك بمعنى انت دخل البداله وخرج عطيتي اغروده جديده اللي مكونه من واحد الجول بي اللي هو ميموريزي راه غيجي ديالك. اكزومبل اكزومبل مثلا نعطيك اكزومبل ربما الاكزومبل اللي فهمت انا مجيت بحال دابا انا عاطي بلين 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 بيبليوس باتيا هذاك الجول بي ديال بلين كاين كاين جيتي انت سمعت عندك بلين 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 نمط واحد اخر نمط واحد اخر محكوك ولا شي حاجه احسن ديالك غنجيبها هي هذيك نفس الحروف نفس الحروف غادي يجيبها غادي يجيبها عند الماده الاوليه باش يأديها شي بحال اش دار بحال هكا غيبدل النمط سليم بدل الاله سليم صح لان دابا